تزوير العملية الانتخابية في العراق بدأت قبل بداية المعارك الانتخابية التي خاضتها الكتل السياسية والأحزاب بمختلف الطرق. عمليات تزوير الانتخابات لم تسلم منها أي محافظة أو مركز انتخابي في البلاد، حيث عبر أهالي محافظة التأميم عن رفضهم لنتائج الانتخابات البرلمانية من خلال اعتصامهم على الطريق الواصل بين بغداد وأربيل. نحن جئنا من مظاهرتنا السلمية للتعبير عن رفضنا لهذه النتائج الأولية التي ظهرت، حيث أن العديد من هذه المراكز لم تكن بالمستوى المطلوب، لم تقرأ بطاقات وخصوصا النازحين. المتظاهرون نصبوا الخيام على الطريق العام بين بغداد وأربيل وهددوا بقطعه وعدم السماح لصناديق الاقتراع الخاصة بمحافظة التأميم بالوصول إلى بغداد. احنا اصواتنا اهل الكركوك كلها راحتين راسنا، احنا نوقف طريق بغداد، ما اقبل صناديقنا يوصل بغداد. المرشحون للانتخابات البرلمانية في التأميم اتهموا الجهات الحكومية بعمليات التزوير الكبيرة التي حدثت في المحافظة. تعرضنا إلى مؤامرة كبيرة، إلى مؤامرة مخزية من قبل أجهزة الدولة، من قبل مؤسسة تعتبر مستقلة لكنها مع الأسف غير مستقلة وغير نزيهة. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثبتت أنه هي منحازة وإنها غير مستقلة. الأحزاب الكردية الحاكمة لم تسلم من اتهامات المرشحين لها بعمليات تزوير الانتخابات لغرض كسب أصوات الناخبين في كركوك لصالحهم. اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني باي عملية التزوير اللي حدثت والضرر من جراها العرب والتركمان وحقوق الجماهير اللي انتخبت وزحفت للانتخابات، وهذه النتيجة تزوير في تزوير في تزوير. وعلى الرغم من الاعتراضات وتبادل التهم بين الكتل والأحزاب السياسية بتزوير الانتخابات ودعوات إعادة عمليات العد والفرز، إلا أن مفوضية الانتخابات أصدرت بياناً أعلنت فيه نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق.